يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أعمل في مكتب الدعوة والإرشاد، أحيانا يأتي إلى المكتب أصحاب البلدية بالخضار والفواكه، أعمل في مكتب الدعوة والإرشاد، وأحيانا يأتي إلى المكتب أصحاب البلدية بالخضار والفواكه التي تم أخذها من الناس الذين يبيعون في الشوارع، لنقوم أي المكتب نقوم بتوزيعها على الناس. سؤاله هل يجوز لي أن أخذ شيئا منها؟ لا تستقبلها أصلا، هي من مأخوذة من أهلها بدون حق وبدون رضاهم، لا تستقبلها أصلا، كيف توزعها؟ لا تستقبلها أصلا، نعم خلها بيد من جاء بها. نعم.